السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معكم ميس هبة رجب النهاردة إن شاء الله سنة رابعة. هنكمل مع بعض يا ولاد حل اختبارات ملحق المعاصر الترم الثاني 2024 طبقا لأحدث مواصفات الورقة الامتحانية 2024. النهاردة يا ولاد احنا في كل فيديو بيكون معانا 5 اختبارات، فالنهاردة معانا الفيديو التالت، معانا الاختبارات من ايه من 11 ل 15، الصفحات من 51 لصفحة 60. عندنا الاختبار 11 ده محافظة دمياط صفحة 51، وطبعا أول سؤال زي ما احنا متعودين سؤال الاستماع listen and circle the correct answer from A B C or D، نسمع النص الاستماع عشان نختار الإجابات. يا ريت فضلا وليس أمرا تدعمونا بلايك وشير الفيديو واشتراك في القناة، متابعة لصفحة الفيسبوك مس هبة رجب علشان يوصلكم إن شاء الله كل جديد. نص الاستماع بيتكلم على الفول مدمس is a very old dish. فول مدمس ده طبق قديم جدا. It served with lots of olive oil and garlic، بيقدم مع زيت الزيتون والثوم. It's a traditional food in Egypt. إنه طعام تقليدي في مصر. All people in Egypt like to eat fall for breakfast. كل الناس بتحب تاكل الفول على الفطار. فول مدمس is very not dish. طبق ايه؟ heavy ولا old ولا new ولا modern؟ طبعا old قديم. It is served with lots of olive oil. بيقدم مع الكثير من زيت الزيتون. وايه تاني يا ولاد؟ garlic, onion, cheese, sugar. طبعا مع ايه؟ التوم وزيت الزيتون. It's a traditional food in England ولا Paris ولا Egypt ولا فرنسا؟ طبعا موجود فين؟ في مصر. All people in Egypt like to eat full for breakfast، بيحبوا ياكلوا على الفطار. السؤال التاني في الامتحان بيكون سؤال اختيارات يا ولاد. I was not to read city mouse and country mouse story. انا كنت وانا بقرا قصه فار المدينه وفار الريف. It was funny، كانت مضحكه. يبقى سكارت كنت خايف، بورد اشعر بالملل، بليز مسرور، ولا انجلي طبعا كنت مسرور او سعيد. بسبوسة is a very nice dessert. البسبوسة تحلية ايه؟ sweet طعمها حلو، salty مالحة، cold باردة اهو حارة، طبعا sweet حلوة. I got a lot of pears today. colors ولا presents ولا nuts ولا books. حصلت على ايه؟ pears ايه؟ هي presents هدايا. I played not with my cousins all afternoon. انا لعبت ايه؟ مع كل ولاد عمي بعض الظهيرة. فودز ولا جيمز ولا جوبس ولا ميل؟ طبعا ايه يا ولاد؟ لعبت جيمز العاب. ريد اند كومبليت ذا تيكس ويز ويردس ان ذا بوكس. بارك حديقه، اكزيبيت، كابتيك القبطي، ايجيبشنز المصريون، فيش سمك. شم النسيم از ايجيبتس اولدست فيستيفال، اقدم احتفال مصري. ات كومز ذا داي افتر كابتيك ايستر، بيجي اليوم اللي بعد الايه؟ العيد القبطي. اول ايجيبشنز كل المصريين سيلبريت شم النسيم. ديورينج شم النسيم بيبل ايت dried fish، الناس بتاكل ايه؟ سمك مجفف. green onions بصل اخضر and boiled eggs وبيض مسلوق. and spend time sorry during the festival people like to paint boiled، بيحبوا يلونوا ايه؟ boiled eggs البيض المسلوق. people have picnics، الناس بيه بتطلع ايه؟ نزهات وفسح. and spend time outside، وقت وقت خارج المنزل. we all like شم النسيم، كنا بنحب شم النسيم. السؤال الرابع كتبوا عليها اسئله. I am أحمد. I go to school on foot، بروح مدرسة على الأقدام. I like walking، بحب المشي. If I am not late، لو أنا مش متأخر. I like to come on foot so I can meet my friends، بحب أجي المدرسة لأن إيه كده إيه بستطيع إن أنا إيه أقابل أصدقائي. My friend علي، صديقي علي goes to school by car، بروح بالسيارة. If his father isn't in town، لو بابا مش موجود في المدينة، he takes the bus، بياخد الأتوبيس. هي تعود على مين؟ على علي. He likes it because it travels slowly. بيحب الأتوبيس لأنه بيتحرك ببطء. And he can see the city، وبيتفرج على المدينة. حسن never goes to school on foot. صديقنا حسن مش بيروح مدرسة أبدا على الأقدام. Because his school is far، لأن مدرسته يا ولاد بعيدة، from school بعيدة عن المدرسة. اتنين اختيارات واتنين بيجاوب عليهم. الأسئلة الاختيارات the underlying pronoun he refers to، احنا قلنا تعود على علي. حسن نقط لو اخر واحد goes to school on foot. طبعا ايه يا ولاد؟ نيفر، مش بروح مدرسه ابدا على الاقدام لان مدرسته بعيده. How does احمد go to school؟ احمد نفسه بيروح مدرسه ازاي؟ on foot، على الاقدام. طيب why does علي like the bus؟ ليه بيحب الباص؟ عشان بيتحرك ببطء وبيتفرج على المدينه. he likes it because it travels slowly and he can see the city، بيشوف بيتفرج على ايه؟ المدينه. دي كده 4 تمام. ولما قال لي احمد بيروح المدرسه ازاي ونفوت اهي، جبت السؤال الثالث. السؤال الخامس في الامتحان ولا السؤال تصحيح الخطا، بيجيب لي كلمات بين الاقواس وبتكون معموله غلط، عاوزين نصححها.
where did the country mouse lives. طب انا عندي اللي يجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر live، اين يعيش فار الايه؟ الريف. who comes to school a train by train، سير المواصلات من غير فاصل تاخد باي. there was no cars in the past. طيب انا عندي الجمع في الماضي بياخد وير وليس was. there were no cars، ما كانش في اي عربيات. لو عندي حاجه مفرد كنت خدت was، لكن دي جمع بناخد لها وير. I want to eat a nut of a chocolate، عايز اكل من الشوكولاته بار قالب. how can you be safe on roads، ازاي تكون امن على الطريق؟ اعمل اتش كابيتال في الاخر كويستشن مارك عشان ده سؤال. write a paragraph of 18 words using the following guiding elements، عاوزك تتكلم على the Nile. نتكلم على النيل، خدنا النيل في يونت 7 الوحدة 7 أول درس، هتلاقي الموضوعات كلها ولاد موجودة في نهاية الكتاب المعاصر وفي نهاية الوحدات، نهاية كتاب الشرح. كتاب المعاصر جايب لي في النهاية كده كل وحدة وهم الموضوعات اللي فيها، كل وحدة والموضوعات، وورا برضه كل وحدة في كتاب الشرح من قدام بعد الوحدة ما تخلص بيجيب لي برضه فيها أهم الموضوعات. اختبار 12 محافظة الإسماعيلية، نص الاستماع. Grandpa's village was very quiet. قرية جدي كانت هادية جدا. Now الآن there are a lot of people، فيها كثير من الناس. There were no cars، ما كانش في أي سيارات in the past في الماضي. Now there are a lot of trucks، في شاحنات كتير جدا and cars وعربيات. Grandpa was 8 years old، الجدي كان عنده 8 سنوات. When he buried the box of memories، عندما قام بدفن صندوق الذكريات. Now الآن Grandpa is very old، أصبح الآن الجدي عجوز جدا. Grandpa's village was very، القرية كانت polluted ولا noisy ولا dark ولا quiet؟ طبعا كانت quiet. There were no، ما كانش في ايه cars، سيارات في الماضي in the past. Now there are lot of trucks and cars، في شاحنات وسيارات. ال Grandpa was 8 years old، كان عنده 8 سنوات. When he buried the box of memories، عندما دفن صندوق الذكريات. السؤال التاني سؤال الاختيارات. This food isn't good، الطعم ده مش كويس. It tastes طعمه ايه، good ولا delicious ولا sad ولا horrible؟ طبعا ايه horrible، يعني طعمه ايه سيء. We go to school on foot، نذهب المدرسة على الأقدام. We always not to school، we always walk to school، دايما بنمشي المدرسة. When I travel by I go through the air، بكون عبر الهواء لما أكون بسافر ايه بالطيارة بلين. The mice، الفئران live in holes، في الجحور. إذا كومبليزا تيكس ويز وردس إن ذا بوكس، ترين قطار سيدي مدينة كوتش الكابتن سيد ذا بذور ماوس الفار. ذا سيدي ماوس فيزيتد ذا كانتري ماوس إن هيز هول إن ذا جراوند. ذا كانتري نوت ووز بليزد، ذا كانتري إيه ذا كانتري ماوس كان مسرور. هي جيف هيز فريند جراس أند سيدز، قدم ليه لصاحبه العشب والبذور. ذا نوت ماوس سيد ثانك يو فار المدينة، قال له إيه شكرا. ذا سيتي ماوس، ذا سيتي ماوس ستوبت إيتينج أند ران تو كاتش، كاتش هنا معناها يلحق بيه، يلحق بوسيط مواصلات. كاتش اترين ات ايت. النص I'm احمد I live in a big city in Egypt with my family. The city is always noisy، المدينة دايما مزعجة and crowded ومزدحمة. It has a lot of pretty bright lights، فيها أضواء زاهية جميلة. But smoke، لكن الدخان and the noise والضوضاء are everywhere، في كل مكان. In summer في الصيف، we visit our grandpa in the country، بنزور جدي في الريف في الصيف. It is always quiet، دايما بتكون القرية أو الريف يا ولاد هادي ونظيف. There are a lot of trees and grass، يوجد الكثير من الأشجار والعشب. Life is slow، الحياة بطيئة. We love the country rather than the city، احنا بنحب الريف أكتر من المدينة. أحمد visits grandpa in، زاروا إمتى؟ in summer في الصيف. The city is always، المدينة دايما أي نويزة مزعجة. How is life in the country؟ الحياة مالها في الكانتري؟ تعالى. Life is slow، الحياة ايه بطيئة. What does أحمد like more، the city or the country؟ أكتر حاجة بيحبها ايه، المدينة ولا الكانت ولا the country؟ هنقول he loves the country rather than the city، بيحب المدينة سوري الريف أكثر من القرية. تصحيح الخطأ. I went to the park yesterday، رحت الحديقة بالأمس. And I fly the kite، طب أنا بتكلم على بالأمس، يبقى أنا كده ماضي، الماضي من فلاي ولاد فلو، طيرت طيارة ورقية. Last month، الشهر الماضي، حاجة في الماضي. We celebrated our sister's birthday،
We visited the Egyptian Museum last week. زرنا المتحف المصري الأسبوع الماضي. We where verb كنا سعداء. اللي هو بياخد ايه؟ بياخد where. We should عايزين بعدها فعل في الماضي. We should turn our phones off at night. يجب أن نغلق الهواتف بالليل. It's healthy. دي حاجة صحية إن احنا نغلق الهواتف. What games did Ali play yesterday? Question mark. عشان ده سؤال. Write a paragraph of 18 words using the following guiding elements. اتكلم على ايه؟ A trip to the sea, رحلة إلى البحر. خدناها في الوحدة التامنة لما راحوا زاروا ايه؟ الأجداد على الشاطئ اللي بالقرب من دمياط. اتكلم على زيارتك هناك وعملت ايه؟ برضو ده كله موجود في نهاية ايه؟ ولاد في نهاية الوحدات. المحافظة 13 لمحافظة الفيوم. نص الاستماع. يونس was 6 years old at his first day of school. يونس كان عنده 6 سنوات في أول يوم ليه في المدرسة. يونس lived in أسوان. كان عايش في أسوان. يونس wore a blue t-shirt, gray panties and black shoes for school. كان لابس تيشيرت أزرق وبنطلون رمادي وحذاء أسود للمدرسة. He wanted to cry. أراد أن يبكي. يونس thought that his teacher was very kind. قال أو كان في رأيه أن المعلمة كانت طيبة جدا. مروان was يونس's new friend. مروان كان صديق إيه؟ يونس الجديد. His mother mom was waiting him at the school gate. مامته كانت منتظرة عند بوابة المدرسة. يونس lived in. كان عايش فين؟ في أسوان. He wanted to run ولا play ولا cry ولا study. أراد أن يبكي. مروان was يونس's new neighbor ولا friend ولا doctor ولا teacher. طبعا كان صديقه الجديد. يونس's mother mom يونس was waiting هم كانت تنتظر at the school gate عند بوابة المدرسة. It should the correct answer. The Christmas tree. شجرة الكريسماس. Represent a new life. بتمثل حياة جديدة. Not a small present and cover it. نجيب هدية صغيرة ونغطيها. Eat ولا راب ولا help ولا run. راب يعني غلف. We played hide and yesterday. اسمه hide and take ولا make ولا seek ولا sleep. طبعا hide and seek. She asks her mother a lot of questions. سألت مامتها الكثير من الأسئلة. She is curious فضولية. بات سيئة stupid غبية ولا درت متسخة. طبعا البس الكتاب ده curious يا ولاد ايه فضولي. Read and complete the text with words in the box. Message رسالة. Found وجد. Tablet presentation عرض تقديمي. Felt شعرة. Last week العام الماضي. I had some homework. كان عندي واجب. Last week سوري الأسبوع الماضي. كان عندي واجب. I worked with my friend Rami. اشتغلت على الواجب ده أنا وصديقي رامي. I sent him a message. بعت له ايه؟ رسالة. My friend did research. صديقي كان عامل بحث. On his tablet على التابلت بتاعه. We some information. We found. وجدنا بعض المعلومات. We talked to plan. اتكلمنا علشان ايه؟ نخطط العرض التقديمي. The teacher liked our presentation. المعلم حب العرض بتاعنا. القطع. Chameleons الحرابي are interesting animals. حيوانات مدهشة او مثيرة. They live in forests. بيعيشوا في الغابات and deserts والصحاري. They eat insects and leaves. بياكلوا أوراق الأشجار والحشرات. Their eyes are amazing. عينيهم مذهلة. They can see all around. بيشوفوا كل اتجاهات. Chameleons can change colors. ممكن تغير لونها. They can change their skin. بيغيروا إيه؟ لون الجلد. To the place they where they are. بياخدوا إيه؟ نفس من المكان اللي هم موجودين فيه. Chameleons are not animals. Interesting ولا sad ولا terrible ولا ugly. طبعا interesting. Chameleons can change sand ولا colors ولا land ولا legs. طبعا بغيروا لونهم. Where do chameleons live? أين تعيش الإيه؟ الحرابي. They live in forests and deserts. بيعيشوا في الغابات والصحاري. What do chameleons eat? بياكلوا إيه؟ They eat insects and leaves. بياكلوا الحشرات وأوراق الأشجار. تصحيح الخطأ. I don't sleep well yesterday. So I feel tired. بالأمس أم في بمين بديدنت. We travel on order. Add boat. By boat. We should فعل في المصدر. We should eat. يجب أن نأكل healthy food. Why do they take photos of animals yesterday? Why did they? Did في الماضي. H capital how. Many kites can you see? Question mark عشان ده سؤال. Write a paragraph of 18 words using the following guiding elements. The Nile, النيل. اتكلم على نهر النيل. ليه فرعين؟ في زواحف. في ده طبعا قلنا في الوحدة ايه؟ السبع يا ولاد.
والموضوعات كلها في نهاية يونت 7 وفي نهاية الكتاب برضو في يونت 7. المحافظة ال14 محافظة بني سويف. Listen and circle the correct answer from ABC order. نسمع نص الاستماع. Last summer الصيف الماضي هالة visits her grandparents who lived in a small village. زارت أجدادها اللي عايشين في قرية صغيرة. It was a very quiet place. كان مكان هادي جدا. The air wasn't polluted. الهواء لم يكن ملوث. There were a lot of plants. كان في نباتات كتير جدا. And green areas ومناطق أو مساحات خضراء. In the city في المدينة. Life is busy. الحياة مزدحمة. In هالة city في مدينة هالة. The smoke covered the sky. الدخان بيغطي السماء. Last summer هالة visits her a grandparents الأجداد. The air wasn't. الهواء لم يكن ايه polluted. لم يكن ملوث. There were a lot of and green areas. في ايه plants نباتات. Cars ولا trucks ولا stars. Plants. In هالة city. The north covers the sky. Smoke. الدخان بيغطي السماء. Choose the correct answer. My mom أمي bakes not for the party. ماما خبزت ايه عشان الحفلة؟ كيكس ولا بانانز ولا ابلز ولا فيجز؟ طبعا ايه كيكس. I go to the north to read books for my research. رحت فين؟ رحت المكتبة عشان اقرا ايه كتب علشان بحثي. The train القطار moves on. القطار بيتحرك عليه ولا دريل اللي هي الايه السكة الحديد. I cannot my friends in photos online. بعمل لأصدقائي بعمل لهم تاج إشارة في الصور على الإنترنت. He then can believe the tickets with words in the box. Famous مشهور كاراتيه كاراتيه love يحب authors اللي هم المؤلفين دو يفعل. In Egypt في مصر we make a lot of movies يعني ايه كنا بعمل كثير من الأفلام بنعمل كثير من الأفلام بنألف كثير من الأفلام. And many are famous وبعضها ايه مشهور أو العديد منها مشهور. We have not who won important prizes. عندنا authors المؤلفين اللي فازوا بجوائز هامة جدا. And of course وبالطبع we not a sports. احنا بنحب كمان الايه الرياضات. Anyone who loves karate. اي حد بيحب الكاراتيه knows the name of a very famous karate player في ريال عبد العزيز. القطعة عن ايه بقى؟ The river Nile نهر النيل is the longest river in the world. اطول نهر في العالم. The Nile brings life. طب ممكن اخد جمل من هنا اكتبها ايه في الموضوعات المطلوبه مني في المحافظات اللي عدت من شويه اللي هو قال لي اكتب جمل عن نهر النيل. ممكن اكتب من هنا من القطعه دي The Nile. The Nile brings life to the whole of Egypt. النيل بيجلب الحياه الى كل مصر. It's like traveling to the center to the earth. بيساوي السفر الى مركز الارض. It's travel through 11 countries. بيعدي من 11 دوله. The Nile has two branches. النيل له فرعين في مصر. The Nile provides Egypt with النيل ده بيمد ايه مصر ب water ماء food الطعام transportation وسائل المواصلات. An excellent soil وتربة جيدة جدا أو ممتازة for growing food لزراعة الايه المحاصيل. The Nile is home for different kinds of fish birds and turtles. النيل هو موطن للكثير من الايه أنواع كثيرة من الأسماك والطيور والسلاحف. It should the correct answer from A, B, C or D. The river Nile نهر النيل يا ولاد is the not river in the world. tallest ولا shortest ولا longest ولا smallest طبعا ايه ولاد longest. The river Nile نهر النيل travels through no at countries بيعدي من كام دولة 4 11 10 ولا 5 طبعا 11. Answer the following questions. How many branches does the Nile have؟ كم عدد ايه فروع؟ وهنقول it has two branches ليه فرعين. What does the Nile provide Egypt with؟ بيمد ايه مصر بايه؟ تعالى The Nile provides Egypt with water, food, transportation, and excellent soil for growing food. كل الحاجات دي بيزود بها النيل ايه مصر. تصحيح الخطأ. If you aren't care on the road, if you aren't careful, إذا لم تكن حذر على الطريق. بنحولها لصفة بإضافة if you will. إذا لم تكن حذر على الطريق, you will have an accident, صفة تتعرض لحادثة. I need to go بعدها الفعل في المصدر. I need to go to school. Sama wears a beautiful dress last night. Sama wear. بعد كده she drank one bottles of water. One bottle بس زجاجة واحدة بس عشان دي ايه مفرد. H capital. He had a bottle of water. دي جملة نحط نقطة. Write a paragraph of 18 words using the following guiding elements. عيد الفطر. نتكلم يا ولاد على ايه؟ عيد الفطر. تمام؟ برضه هتلاقي الموضوع مكتوب في نهاية ايه كتاب الايه المعاصر. الاختبار الأخير معانا النهاردة في الفيديو اختبار 15 ده محافظة المنيا. نسمع نص الاستماع. Last week الأسبوع الماضي I visited my grandma زرت جدتي. She lived by the sea عايشة جنب البحر.
She saw some old photos. We saw رأينا بعض الصور القديمة. And sang songs غنينا أغاني. But time was short الوقت كان قصير جدا. We felt happy شعرنا بالسعادة. We will go again soon هنروح هناك قريبا early September في بداية سبتمبر. I visited my not lost بجزرة من الجران ما الجدة. My grandma lives by the sea عايشة جنب البحر. We sang songs غنينا أغاني. We will go again soon early September. It's the correct answer. I hurt my leg. أنا اتعورت في رجلي. It's a good حاجة جيدة nice لطيفة هاي عالية ولا بين في المؤلم طبعا التعويرة دي مؤلمة. We need water to نقط and grow crops. احنا محتاجين المية عشان نعمل ايه ونزرع محاصيل. Study نذاكر بيها drink نشربها read يقرأ ولا write يكتب طبعا drink. شوال starts when people see the new. شوال بيبدأ لما الناس بتشوف ايه الجديد يا ولاد. ستار ولا مون ولا sun ولا sky لما بيشوفوا طبعا الهلال الجديد. To play hide and seek عشان تلعب لعبة للسغماية. You need a not place محتاج ايه مكان small صغير نارو ضيق ولا شورت قصير ولا واير واسع طبعا محتاج مكان واسع. You don't can believe the tickets was worded in the books. Food طعام فرنز أصدقاء نمبر رقم سترونج كاو سيكريت سري. It's important to stay safe online من الأهم أن تبقى آمن عبر الإنترنت. You should keep your password يجب أن تحفظ كلمة مرورك ايه سيكريت سرية. You shouldn't tell everyone your phone number يجب ألا تخبر أحد برقم تليفونك. You shouldn't make new friends يجب أن تكون صداقات جديدة online with people you don't know مع ناس ما تعرفهمش. You should use a not password يجب أن تستخدم كلمة مرور إيه strong قوية. Don't bully people online لا تتنمر على الناس عبر الإنترنت. القطعة تتكلم النهاردة على air pollution تلوث الهواء is very dangerous خطير جدا for us علينا. When we breathe عندما نتنفس polluted air هلا هواء ملوث. We coughing cough and feel sick ونشعر بالمرض. There are some ideas في بعض الأفكار to make the air cleaner عشان نجعل الهواء أكثر نظافة. We can try to buy from shops ممكن نشتري من المحلات near our houses جنب بيتنا. Children can take أو try to walk to school الأطفال بيحاولوا المفروض يحاولوا يمشوا المدرسة يعني عشان إيه ما يبقاش في عوادم سيارات. If children live far away لو الأطفال عايشين بعيد عن المدرسة from school they can go by bike ممكن يروحوا بالدراجة or they can take the bus أو يروحوا بالأتوبيس. We can كمان plant trees ممكن نزرع على الأشجار لأن الأشجار بتنقي الهواء. Trees clean the air لأن إيه الأشجار تنقي الهواء. بعد كده there أو they also make cities look pretty and we can sit by trees on a hot day. طبعا الأشجار بتجعل إيه الشوارع تبدو جميلة وكمان ممكن نجلس تحتها في الأيام الحارة. It's the correct answer. The polluted air is الهواء الملوث ماله healthy ولا unhealthy ولا safe ولا good طبعا unhealthy غير صح. Children can go by bike. الأطفال ممكن يروحوا بالدراجة. If they live لو هم عايشين إيه far away يعني بعيد عن المدرسة. Why is air pollution dangerous for us? ليه الهواء الملوث خطير علينا يا ولاد؟ When we breathe the polluted air we cough and cough and feel sick ونشعر بالمرض ده السبب. How can we make the air cleaner؟ ازاي نجعل الهواء اكثر نظافة؟ We can plant trees ممكن نزرع الاشجار. تصحيح الخطأ علي plays a violin at the concert yesterday. يسترداي عايز حاجة في الماضي الماضي من بلاي بليد. Yesterday we had a special party. Those tools هذه الأدوات are very old useful. For fixing the door. You shouldn't. يجب ألا make. فعل في المصدر. نايز. يجب ألا أي تفعل ضوضاء in your class في الفصل. The punctuation H capital. How do you get to school? كيف تأتي أو أي تذهب إلى المدرسة أو تصل إلى المدرسة. Write a paragraph of 18 words using the following guiding elements. Be safe on roads. إزاي تكون آمن على الطريق. قلنا إيه. You should. هقول لكم أهي. To be safe on roads you should look right and left يجب أن تنظر يمينا ويسارا before you cross the road قبل أن تعبر الطريق كمان you need
to wear a helmet. فين؟ on your bike، وانت راكب الدراجة. you need to use a seat belt in your car. محتاج تستخدم ايه؟ حزام الامان وانت راكب الايه؟ السيارة. بس جمل سهلة جدا اهي. ده كان نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. احنا الاختبارات من 11 ل 15 من المرحلة المواصل للصف الرابع. انتظرونا كمان، كل فيديو بيكون معانا 5 اختبارات يا ولاد. ادعمونا بلايك وشير الفيديوهات واشتركوا في القناة، وتابعوا على صفحة الفيسبوك مس هبة رجب عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. بسم الله نجاح البر والتوفيق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.